دوا وداء ومهما تلهينا الحياة أو حد في غفلة هدى دور على الأخلاق قيم وأخلاق طيبين موجودة منا من سنين أمرنا بها الدين اتم وعملها مشكلة. مشاهدينا مساء الخير، أهلا بكم لقاء متجدد على شاشة الإسكندرية وقيم وحياة، قيم حياتية مشاهدينا على الهواء مباشرة. كل مطلوب هو اسم السورة ورقم الآية، ويا رب تكون من نصيب من يستحقها العمرة، وبنتمنى التواصل دائما. قيمة كبيرة جدا وهي الدعوة. الدعوة الآية بتقول، ما بتقولش ادعي، ادعو ادعو بضم بالضم ادعو. نشوف الآية، وكل المطلوب اسم السورة ورقم الآية، وجوازنا 1000 جنيه، ومشاهدينا كمان عندنا رحلة عمرة. تابعونا من خلال هذه اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع اليوم 14 من أيام رمضان، نسأل المولى جل وعلا أن يقبل منا صالح الأعمال مع قيمة الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. نلاحظ في الآيات التي استمعنا إليها من قليل أن الله لم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم ادعي إلى سبيل ربك بالحكمة، أي أنك يا محمد صلى الله عليه وسلم فقط من أمره الله بالدعوة إلى الله، ولكن الله قال ادعوا. قلنا في بداية الشهر بلغوا عني ولو آية، ادعوا إلى سبيل ربك. صحيح أنك تحاول أن تأخذ معك الناس إلى الصلاة، أن تجعل الناس يقرؤون القرآن، أن تجعل الناس يفعلون المعروف، أن تجعل الناس ينتهون عن المنكر، ولكن ليس هذا غصبا عن الناس، ولكنه قال بالحكمة. ما معنى الحكمة؟ إن الله تحدث عن الحكمة قال ولقد آتينا لقمان الحكمة. والحكمة أن نضع الشيء في موضعه الصحيح، الكلمة في مكانها الصحيح، التصرف في موضعه الصحيح، هذا معنى الحكمة، أن نضع الأشياء في موضعها الصحيح. أو يقال أحكمنا إغلاق الزجاجة، وضعنا فيها شيء فلا نستطيع أن نضيف عليه شيء أو نحذف منه شيء، فأنت رزقك المولى جل وعلا كلمات لا تستطيع أن تضيف إليها أو أن تحذف منها. لذلك قال الله عن القرآن كتاب أحكمت آياته، يعني لا أستطيع أنا أن أضيف إلى آيات القرآن ولا أن أحذف من آيات القرآن، كتاب أحكمت آياته. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة. ما هي الموعظة؟ هناك نصيحة وهناك موعظة. أن تأتي بإنسان وتعنفه، تقول له إن لم تفعل كذا حدث لك كذا، وترفع صوتك وأنت تخاطبه، فهذه نصيحة. ولكن هناك عظة، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، لم يقل وهو ينصحه. حاول عندما تتحدث إلى ابنك أن تكون له واعظ لا ناصح. النصيحة ربما تتسبب في فضيحة، النصيحة في العلن فضيحة، ولكن العظة
بكلام هين لين، كما قالوا البر شيء هين، وجه طلق ولسان لين. يا أخي ده ربنا لما بعت موسى وهارون إلى فرعون، فرعون الذي حشر فنادى فقال أما ربكم الأعلى، ماذا قال له؟ قال فقول له قولا لينا. يعني اللي انت عاوزه يصوم وما بيصومش مش بالخناق، اللي انت عاوزه يصلي هو ما بيصليش مش بالخناق. يا أخي شوف الآية، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يعني المسألة بهدوء ليست بعنف. نفرق إيه عن الجماعات الإرهابية التي روعت الناس؟ أبدا. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. تعجبون عندما تعلمون سبب نزول هذه الآيات. بعد غزوة أحد قال النبي أنه سينتقم لمقتل حمزة بأن يقتل من مشرك قريش 70، والصحابة أيضا أقسموا على ذلك. فنزلت الآية تقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. أمر الصحابة أن يصبروا أو لا يصبروا، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا خيار له، واصبر وما صبرك إلا بالله. ويصبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتيه وحشي ويقول له أريد أن أدخل في الإسلام، قاتل حمزة، أريد أن أدخل في الإسلام ولكن تمنعني آية، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فتنزل الآيات بسبب وحشي، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فيقول وحشي ربما أمنت ولكن لا أستطيع أن أفعل كل هذه الأشياء. فتنزل في وحشي الآية التي يقول المولى جل وعلا فيها إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، ويسلم وحشي ويقتل وحشي مسيلمة الكذاب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتحقق الآية ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كانت هذه هي الآيات، نفعنا الله بالقرآن العظيم، بارك لنا ولكم في الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وغدا إن شاء الله اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا مع مشاهدينا الأعزاء على الهواء مباشرة، ناخد أول اتصال تليفوني. إبراهيم، أهلا بك يا أستاذ إبراهيم. محمود إبراهيم. محمود إبراهيم، أهلا وسهلا. أهلا حضرتك. حضرتك اسم السورة ورقم الآية فهد. سورة النحل الآيات 125 و129 و127. شكرا لاتصال حضرتك، يا رب تكون من الفائزين معنا إن شاء الله. الإجابة غلط طبعا لأن احنا لسه لنا آية كمان. فناخد اتصال آخر. ألو ألو ألو. أعزائي المشاهدين الأعزاء على الهواء مباشرة، من الشيخ حسن قال في كلامه ادعوا ادعوا، يعني الدعوة عامة، يعني احنا كلنا ندعو بعض ونذكر بعض. ناخد الاتصال. أستاذ أحمد أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ألو. أهلا وسهلا مشاهدينا، ناخد بقى أسماء من عندنا من على السوشيال ميديا. الحقيقة كم غير عادي من الاتصالات والمشاركات، واللي انا بحرص دايما انهم يتابعونا ويكونوا معنا، ونقول اساميهم، وجائزة كبرى لنا ولكم هي قراءة القرآن الكريم. ناخد كده ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحية علي احمد. اسماء كتير قوي والله، يعني مش قادرة اقول ايه ولا ايه، عدد كبير جدا من الاسماء. ما زلنا مشاهدينا معكم على الهواء مباشرة. كل المطلوب اسم السورة ورقم الآية، ويعني أسماء كتيرة قوي. ناخد كمان فوزية صابر مكاوي. فوزية صابر مكاوي. رانيا محمد عبد العال. أم حبيبة أحمد. ناخد اتصال تليفوني. ألو.
الاسم ايه؟ دنيا ابو المجد. اهلا يا دنيا، اسم السوره ورقم الايه. الو. ايوه معاك دنيا ابو المجد. اهلا يا دنيا، اسم السوره حبيبتي ورقم الايه. الايه 25. ايوه. الاجابه خطا، ناخد اتصال تاني وتالت من فضلكم. ركزوا شويه في الاتصالات علشان الاجابات تكون صحيحه. اسم السورة ورقم الآية، وما زلنا مشاهدينا معكم على الهواء مباشرة. ما زلنا مشاهدينا على الهواء معكم مباشرة. أسماء كثيرة جدا ناخد منهم، ما فيش مشكلة، ناخد من أسماء الفيسبوك، ولو الإجابات بتاعت التليفون خطأ هناخد من الفيسبوك الاسمين كده يعني على طول. أحمد الشيخ المأزون، يعني اسمه أحمد السيد. ياسمين أحمد كمال، ناخد الاتصال. الاتصال أحمد. أهلا وسهلا، اسم حضرتك، اسم السورة ورقم الآية بعد إذنك. أحمد رزق رزق مدير. سورة النحل. أيوة سورة النحل. ايوه 125 126 127 128. شكرا لاتصال حضرتك. شكرا لاتصال حضرتك. ناخد اتصال تاني، ما زلنا مشاهدينا معانا على الهواء مباشره. اعتقد ان احنا مش هنقدر ناخد من الاتصالات التليفونيه لان ما حدش جاوب غير اجابه واحده بس صحيحه، فمفيش فرصه. ناخد اتصالين كمان. الو. 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 فاتن عبد المنعم محمد، اهلا وسهلا يا استاذه فاتن. اهلا بحضرتك استاذه امل، كل سنه حضرتك طيبه. وحضرتك طيبه. اسم السوره يا استاذه. سوره النحل، الايات 125 و 126 و 127 و 128 وعدد الايات 128 وهي سوره مكيه. شكرا لاتصال حضرتك، اجابه صحيحه وواضحه. احنا كنا في فتره من الفترات كنا بنقول يعني اسم السوره ورقم الايه وهل هي مدنيه ام مكيه، فالحمد لله رب العالمين الناس لسه فاكره وبتتواصل. لان امبارح حد من ولادي بيقول لي يا ماما الدنيا بتتطور اكتر من كده، بقول لهم احنا كنا بنذيع الايه على مدار اليوم، فبيقول لي ده بيحطوا الايه حالا والايه بتطلع لهم على طول. فحتى لو كده فبرضو احنا ما زلنا عايزين نذكر ويعني ادعوا ادعوا، ايتنا النهارده ادعوا. اهلا وسهلا. هلو. ايوه ايوه اسم سلوى سيد رياض. اهلا وسهلا. اسم السوره سوره النحل. ايوه 125 126 127 128. ايوه شكرا لاتصال حضرتك يا استاذه، انا بشكرك جدا لاتصال حضرتك. وما زلنا مشاهدينا على الهواء مباشره، وعلى الهواء بناخد كم من الاسماء، يعني اسماء كتير جدا 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 على السوشيال ميديا على صفحتنا الرئيسيه. والحقيقه حد بيقول لي انتوا بتحطوا الايه بدري. ايوه بنحط الايه بدري للتذكره، للتذكرة بس مش أكتر. نجلاء سعيد أنديل، آخر اتصال تليفوني. ألو. ألو. أهلا وسهلا. أيوة أول إجابة. قولي يا حبيبتي الإجابة. سورة النحل. أيوة. جزء ال 14 الآيات من 125 126 127 128. أهلا وسهلا. سورة مكية. اهلا وسهلا بحضرتك. ببقى سعيده قوي ان انتم بتبقوا قاريين وعارفين انها سوره مكيه. شكرا لاتصال حضرتك. ناخد حالا السحب على هذا الاسم، لكن انا عايزه اقول اسماء كتير. احمد النون، نوير عبد المجيد، احمد عبد الرحمن ناصف، ساندي محمد، مريم محمد، عمرو عبد السلام، نورين عبد الحميد، احمد عبد الرحمن، مريم برضو، عمرو عبد السلام، سوره مكيه، عمرو بحر. بشكركم جدا وناخد حالا على الهواء مباشره السحب.
فاتن عبد المنعم محمد هي الفائزة في فقرة الاتصالات. أما على صفحتنا هي صابر مكاوي يتفضلوا بالحضور إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون غدا في نفس ميعاد برنامجنا، ومعنا صورة البطاقة. صورة البطاقة أرجوكوا، لأن إحنا مش بنقدر نسلم الجائزة إلا بصورة البطاقة، عشان إحنا ماشيين بطريقة ورقية فيها تسلسل كده، يعني حتى لا نضع أنفسنا في أي شبهة. فبرجوكم إن حضراتكم لما تيجوا بكرة يكون معاكم صورة البطاقة، وحالا هنوزع جوائز أمس، وبكره في نفس الميعاد برضو عندنا جوائز كثيره. لكن مش بقدر اسيب حلقه من غير ما اقول لكم ان نقطه مياه بتساوي حياه، وان الحروب القادمه هي حروب المياه، وعلينا ان احنا بشكل او باخر نهتم اهتمام كبير جدا بالمياه. فاصل ونشوف مين اللي فاز امبارح وجه عشان يتسلم الجائزه. كده مشاهدينا بنصل لختام، ولكن بنوزع جوائز حلقه امس. اتعرف على الاسم، انا مش فاكره اسم ايه امبارح. منال طه. منال طه، انت كنت بتتكلمي عادي على التليفون، امال الناس بتفضل تصرخ لنا وتقول لنا يا جماعه مش عارفين نوصل لكم. لا والله التليفون مفيش اي مشاكل الحمد والله. لله ربنا يجازيك. يعني ما تعرفيش حد من زمايلنا اللي هنا؟ كلكم كويسين والله. لا لا يعني محدش قال عرف يدخلك ولا حاجه. ربنا يبارك لكم كلكم. شكرا لاتصالك. دول 500 جنيه. استاذ محمد اهلا وسهلا. الفيسبوك بيبقى اسهل. سوري انا اسهل قليلا من التليفونات، لكن الاتصالات التليفونيه استاذه ميال مش صعبه. لا مش صعبه خالص، جزاكم الله خير. يعني بتقدري تتصلي؟ انا ابني اللي اتصل. ابنك اللي اتصل. تنورتيني نورتيني وشرفتيني. اهلا وسهلا بيكم على الهواء مباشره. اختموا بقى معايا الحلقه، تقولوا للناس اللي بتشوفنا ايه ان المساله. ورب كده يكون عام سعيد عليكم ورمضان كريم، كل البلد في احسن حال ان شاء الله يا رب. بقول للاستاذه امل، بقول للجماعه اللي موجودين كلهم كل سنه وانتم طيبين. جزاكم الله خير. ربنا يبارك. طيبه يا استاذه منال، وانت طيبه، واحنا بنقول لكل المشاهدين الاعزاء يا جماعه والله 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 ان المساله كلها خالصه لله، وكل من يعمل في هذا البرنامج مش منتظر اي حاجه من اي حد غير ابتغاء مرضات الله فقط. كلنا في هذا البرنامج لا نتقاضى اجر. خميس عوض يوميا، مش شفته على فكره، لكن يوميا بيبقى متواجد عمر البارودي 30 حلقه، ويعني 30 حلقه على مخرج المساله صعبه. انا باجي ساعه الهوا، لكن هو قبل الهوا بحاجات كتير جدا، بمنتج كلمه الشيخ والايه القرانيه، وبيفضل يتواصل حنان البدري تصريح الدخول والناس. اما بقى فريق العمل سناء وسعاد، انا بقى ببقى سعيده في الشفت بتاعهم، يعني ببقى ايه، ببقى حاسه انها داخله بيتنا، يعني مش داخله في عمل. مهندسه نانيس اول يوم النهارده هتفطر معانا، لكن هتقعد بقى معانا اسبوع، يعني هم بيتبدلوا كلهم علينا، لكن انا وعمر وخميس عوض ثابتين. اذا كانت حنان هتسيبنا يوم الثلاث، لكن برضو هتجلى مفيش فايدة، او هتبقى متواجدة معنا علا وصفي ان شاء الله من اول يوم الثلاث. كده انتهت حلقتنا مشاهدينا، بكرة في نفس الميعاد هنتقابل، وكل التحية والتقدير لكم. كانت معكم امل صبحي. ومهما تلهينا الحياة أو حلف